السفير الياباني السابق تاكيشي أوكوبو من رواد هذا المقهى المطل على صخرة الروشة ومن أهل البيت، فقصة عشق السفير الياباني للبنان حولته مشهوراً ليطلق عليه لقب سفير لبنان السياحي. المطار مثلاً لما أنا وصلت حسيت يعني بحركة ديناميكية. من حظ السفير أوكوبو أن يشهد خلال ولايته من 2019 إلى 2022 المأساة التي لحقت بالعاصمة بيروت. انفجار مرفأ بيروت هذا أصعب شيء بلا شك، و بصفتي مواطنة يابانية بلاده أعنى من أكبر انفجارين يعني هيروشيما وناغاساكي. أنا لن أنسى أبداً هذا الانفجار. إتقانه العربية ونشره باستمرار صوراً لطبيعة لبنان الساحرة جذب متابعيه على تويتر، بالإضافة إلى كتاباته الشعرية بكلمات عريقة. تنوع في جمال الطبيعي في لبنان يعني استثنائي، هناك الوديان والأنهار والجبال والغابات الصنوبر الجميلة. الشعب اللبناني دائماً يتمتع بانفتاح عقلياً وحسن الضيافة. يذكره الزعتر والكشك بدمشق حيث عين سفيراً، ولكن تبقى التبولة المفضلة لديه. للبنان مكانة مميزة في قلبه ومن الصعب نسيانه، ومع كل مغادرة يدون السفير الياباني لبنان سأعود إليك قريباً، فهو مدمن على هذا البلد.